ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم كويسين. ده سيكشن اسيتيليشن، ده سيكشن لكيمياء عضويه صيدليه 2 المقرر المطروح. ده سيكشن الاسيتيليشن. اول حاجه هنتكلم عليها يا ترى يعني ايه اسيتيليشن، الديفينيشن او تعريف الاسيتيليشن. طبعا اسيتيليشن معناه ان انا هضيف اسيتيل جروب، بس يا ترى هضيفها فين وهتضاف مكان ايه؟ فلو نقول تعريف الاستيليشن نقول ده replacement of active hydrogen in compounds containing OH group زي الالكولز والفينولز، هتطلع ال H اللي فيه ال OH، او replacement of one or two of hydrogen في active hydrogen اللي هم موجودين في ال NH2 group في primary amines وال NH في secondary amines by acetyl group. يبقى ده تعريف الاستيليشن، اني انا ببدل مجموعة او ببدل ذرة الهيدروجين اللي موجودة في ال OH من مجموعة acetyl، أو ذرة هيدروجين موجودة في برايمر أمين NH2 أو سكندر أمين NH بمجموعة أسيتيل. طيب الأسيتيليشن ده أنا بعمله إزاي؟ عندي 2 أسيتيليتنج إيجنت. مهمة جدا الأسيتيليتنج إيجنت دي، وده سؤال امتحانات على طول، يا ترى إيه هي المادة اللي هستخدمها في الأسيتيليشن؟ طبعا زي ما أنتم شايفين هم عندنا مادتين، المادة الأولانية أسيتيل كلورايد مع بايريدين، التانية أسيتيك أنهيدرايد مع صوديوم أسيتيت. فواضح انه بيبقى بستخدم ميكشر من مادتين، الماده الاولى هي المسؤوله عن الاسيتيليشن، تبقى فيها اسيتيل جروب زي الاسيتيل كلورايد زائد كاتاليست اللي هو البايريدين. في الحاله الثانيه الماده اللي هتعمل اسيتيليشن اللي فيها اسيتيل جروب هي الاسيتيك انهيدرايت، ده في 2 اسيتيل جروب بيدي واحده منهم، والكاتاليست بتاعي اللي هو صوديوم اسيتيت. اكيد طالما في كاتاليست انا محتاج اعرف يا ترى ايه دور الكاتاليست، وازاي الاستايل كلورايد او الاسيتيك انهيدرايد بيعملوا استايليشن. تعالوا نشوف امثله للاستايليشن. اول حاجه هنشوف استايليشن اوف الكحول، كحول زي الار او اتش، ايا كانت الار دي هي ايه، طالما هي اليفاتيك هيبقى كحول الكحول، اعمل له استايليشن باستخدام الاستايليتنج ايجنت اللي هو الميكشر ما بين الاسيتيك انهيدرايد ومعاه الكاتاليست الصوديوم اسيتيت. كحول لما اعمله استايليشن هيديني الاستر، وبيطلع زي سايد برودكت اللي هو اسيتيك اسيد. فهنا نلاحظ ان الاسيتيك انهيدرايد دي فيها مجموعتين اسيتيل، مجموعه اسيتيل منهم هتخش على الكحول تستبدل الاتش اللي في الكحول وتديني الاستر، ويتبقى عندي CH3COO والاتش يعملوا الاسيتيك اسيد اللي هو السايد برودكت اللي هيتكون. فده مثال acetylation of alcohol ايا كان ايه هو الالكول اللي انا هستخدمه. تاني مثال هو acetylation of phenol، فعندي phenol هنا هجرب او هعمله acetylation باستخدام الacetylating agent التاني اللي هو الacetyl chloride مع pyridine. برضو نفس الفكرة، الacetyl chloride مع ال OH هيديني الاستر، ثم تطلع من الacetyl chloride CL وتطلع ال H من الفينول ويديني أسيد سايد برودكت HCl. فده مثال تاني لعملية الأستايليشن. تالت مثال هو البرايمر أمين. برايمر أمين زي ال RNH2 هعمله أستايليشن باستخدام الميكشر الأسيتيك أنهيدرايد مع صوديوم أسيتيت. طبعا أمين لما تشيل منه H وتحط مكانه مجموعة أسيتيل فهيديلك الأمايد أو الأسيتاميد، تمام؟ NH C double bond O، وهيتبقى CH3COH side product زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. المثال الرابع والأخير هو السكندر أمين. فرق بين البرايمر أمين هو RNH2، أما السكندر أمين R2NH، يعني النيتروجين مرتبطة باتنين R أيا كانت إيه هي الـ R و H واحدة. طالما في H الـ H دي ممكن تخرج ويخش مكانها مجموعة الأسيتيل ويديني برضو الأمايد أو الأسيتاميد، وهنا استخدمت الاستايل كلورايد مع بايريدين. وهنا السؤال بقى، ليه استخدمت الكاتاليست اللي هو صوديوم اسيتيت مع الاسيتيك انهيدرايد والبايريدين مع الاستايل كلورايد؟ الفكره كلها في البرودكت اللي متكون او السايد برودكت اللي متكون. الصوديوم اسيتيت او في حاله الاسيتيك انهيدرايد بيطلع سايد برودكت هو اسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد ده وجوده مش مفضل للاستر او الامايد اللي متكون. وجود الأسيد ده ممكن يتفاعل مع الإستر أو الأمايد اللي هيتكون، ممكن لو في ظروف مناسبة من مية وأي حرارة ممكن كمان يعمل هيدروليسيس. فأنا عايز أتخلص من الأسيديتي المتكونة دي،
وجود الاسيديتي عموما مش كويس. هتخلص ازاي من الاسيديتي؟ من خلال ان الاسيتيك اسيد في وجود الكاتاليست الصوديوم اسيتيت، الاثنين دول مع بعض هيعملوا بفر. بفر ده يخلي البي اتش مهما كميه الاسيتيك اسيد زادت البي اتش تغيرها هيكون بسيط. نفس الكلام في الاتش سي ال، هنا بقى مش هعرف اعمل معاه بفر، لكن اقدر اعمل معاه سولت من خلال البايريدين. بايريدين انارت مش هيتفاعل مع اي حاجه من المتفاعلات، لكنه هيتفاعل بس مع الاتش سي ال ويعمل كمان هو التاني معاه سولت، وبالتالي اتخلصت من التاثير الاتش سي ال اللي ممكن يتكون. طيب دلوقتي هنتكلم عن اليوزز اوف استايليشن. يا ترى هل الاستايليشن انا بستخدمه علشان ايه؟ ايه فايدته في الاورجانيك كيمستري والفارماسيوتيكال اورجانيك كيمستري؟ اول حاجه الاستايليشن بيعمل بروتكشن لمجموعه الاو اتش والان اتش 2 جروبس من رياكشنز انا عايز اعملها على مركب، ومش عايز الرياكشن يحصل على الاو اتش والان اتش 2، عايزه يحصل في حته تاني. فباجي اعمل الرياكشن ده الاقيه عامل في الحته التاني، بس برضه حصل رياكشن انا ما كنتش عايزه على الاو اتش والان اتش 2 لان هم رياكتيف. فانا ازاي بعمل لهم بروتكشن؟ ان انا اروح اعمل لهم اسيتيليشن فيبقوا اسيتيليتد، بعمل التفاعل اللي انا عايز اعمله فما ياثرش عليهم خالص، ياثر على الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها. ثم بعد كده في ميزه قويه انه الاستايل جروب دي سهل اعملها هيدروليسز وتتكسر ويرجع تاني لو اتش والان اتش 2، وده هنعمله فعليا ان احنا نعمل استايليشن للانيلين. بعد كده هنستخدم الموضوع ده في حاجه معينه، وفي الاخر هنروح نشيل مجموعه الاستايل بالهيدروليسز، وبالتالي الميزه القويه انه الاستايل جروب ينفع تتشال، علشان كده ينفع استخدمها في البروتكشن واعمل التفاعل بتاعي ثم اعمل دي بروتكشن. الاستخدام الثاني وده اللي احنا هنشتغل بيه عمليا فعلا، preparation of mono substituted derivatives of aromatic amines or phenols. دي هنتكلم عنها ونشرحها بالتفصيل في السلايد اللي جايه. انه انا مش عايز مثلا، عايز اعمل برومينيشن او نيتريشن، وعايز البرودكت يكون مونو سبستيوتد، يعني واحده برومو بس اللي تدخل او واحده نيترو، ما يبقاش بولي سبستيوتد. ده مش هيحصل في لو في ان اتش 2 او اتش هايلي اكتيفيتنج جروب، هنشرح بالتفصيل. نقطه رقم 3 انه انا مش لازم اكون حاطط مجموعه الاستايل دي علشان خاطر اخبي حاجه او احمي حاجه، انا ممكن اكون انا اوريدي محتاج مجموعه الاستايل دي في ان انا احضر الدراج ذات نفسه، ودي بتبقى مهمه مجموعه الاستايل في الاكتيفيتي بتاعه الدراج جوه الجسم. فنقطه رقم 3 preparation of certain medicinal compounds زي الاسيتامينوفين والاسبرين، بعض الادويه اللي انتوا عارفينها، ودي داخل في تركيبها الاستايل جروب، وبالتالي انا بعمل زي الاسبرين مثلا اسيتيل سلسليك اسيد، فانا بعمل اسيتيليشن للسلسليك اسيد يطلع البرودكت اسبرين ده استخدمه كدراج. هنا بقى كمثال لفكره ان انا احضر المونو سبستيتيوتد ديريفاتيف، انا عندي فينول وعايز اوصل ان انا اعمل بارا برومو فينول. فانتوا عارفين مجموعه الاو اتش زي ما واخدين في النظري، مجموعه الاو اتش مجموعه اكتيفيتنج جروب. اكتيفيتنج جروب ازاي؟ يعني بتحفز الحلقه للاروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن، فتبقى الحلقه اكتيفيتد وبالتالي يحصل التفاعل بقوه وبسرعه. وبالتالي انا لو عملت برومينيشن عادي دايركت برومينيشن هلاقي ما دخلتش عندي بي ار واحده في الباره زي ما انا كنت عايز تحت، لكن للاسف دخل 3 بي ار، 3 مجموعات برومو، وبالتالي اداني 2 4 6 تراي برومو فينول انا ما كنتش عايز احضره، انا كنت عايز احضر بس 4 برومو فينول. فبما ان لو اتش اكتيفيتنج جروب جدا بتاكتف الحلقه كلها، فانا مش قادر اوقف التفاعل عن ان هو بس تخش مجموعه بي ار واحده، فانا عايز اقلل الرياكتيفيتي بتاعه الحلقه، اقلل تاثير الاو اتش في انها تزود الرياكتيفيتي بتاعه الحلقه. اعمل ايه؟ من خلال الاستايليشن اللي احنا بنحكي عليه. الاستايليشن حول الاو اتش جروب سترونج اكتيفيتنج جروب الى المجموعه دي، المجموعه دي هتكون مجموعه استر او سي او سي اتش 3. المجموعه الاستر دي هتبقى less activating او moderately activating group، هي برضو activating، التفاعل هيتم وهيتم بسرعه، لكن لو عملت له برومينيشن هيديني البارا برومو بس، وبالتالي بدل ما كانت strong activating مش عارف اسيطر على التفاعل اداني try substituted، بقت moderately activating عارف اسيطر على التفاعل وبقى بيدي البارا substituted فقط، لانها دي مجموعه بتوجه لأورسو بارا وبارا ميجور، وبالتالي هلاقي عندي product ميجور انه البارا برومو. بس انا لسه برضو عايز اتخلص من مجموعه الاستايل اللي انا حطيتها،
ده هيبقى من خلال تفاعل أخير هو الهيدروليسيس. أعمل هيدروليسيس للمجموعة دي ويديني البارابرومو فينول. علشان كده اللي احنا بقى هنتعلمه وهنمشي بيه الترم ده أو في السكاشن دي هو مالتي ستيب رياكشن. أنا هدي لك مركب زي ده بس مش هيكون فينول، هيكون أنيلين، يعني بدل الـ OH إن H2 نفس الفكرة. وأقول لك حضر لي البارابرومو أنيلين. فإحنا مش هينفع نعمله بخطوة واحدة، فهنمشي على مدار كذا سيكشن بس بنحضر ستيب باي ستيب المركب ده. فالانيلين في الاول هنعمله اسيتيليشن، وده سيكشن المره دي، ثم يديني اسيتانلايد هنشوف دلوقتي، ثم بعد ما يحصل اسيتيليشن للانيلين هعمل له برومينيشن، فهتخش مجموعه البي ار في الباره، ثم بعد كده اروح اعمل له هيدروليسيس. يبقى انا كده على الثلاث سكاشن علشان اوصل للبارا برومو انيلين. اللي هنحكي عليه بقى او اللي هنحكي عليه عملي وهنشوفه عملي هو الاسيتيليشن اوف انيلين، preparation of acetanilide. ده المركب اللي انا هحضره. انا هبدأ بانيلين برايمر امين هنا في NH2 وهعمله acetylation عشان يحضر لي الاسيتانيلايد البرودكت بتاعي. ده الاستراكشر قلنا بتاع البرودكت اللي هو الاسيتانيلايد. الايباك نيم ممكن اقول ان فينايل اسيتاميد او ان فينايل ايثاناميد. انا هنا سميته انه اللونجست تشين اللي هي الـ او الايثاناميد او الاسيتاميد، واعتبرت انه حلقه البنزين كانها سبستيوشن، سبستيوشن موجود على الان، فبقت ان فينايل اسيتاميد او ان فينايل ايثاناميد. الجنرال فورمولا بتاعته C8H9NO وموليكولار ويت 135.17 جرام لكل مول. بالنسبه للجنرال ايكويشن، رياكتنت انيلين مع اسيتيك انهيدرايد والكاتاليست صوديوم اسيتيت. ده الاستايليتنج ايجنت الاولاني من التو اكزامبلز او التو استايليتنج ايجنت اللي بنستخدمهم. في المره دي هنستعمل الاسيتيك انهيدرايد مع الصوديوم اسيتيت، والبرودكت هيكون اسيتانيلايد، والسايد برودكت اللي احنا عارفينه الاسيتيك اسيد اللي هيعمل بفر مع الصوديوم اسيتيت، فانا مطمن انه مش هيعمل مشاكل. فانيلين هيتفاعل مع اسيتيك انهيدرايد يديني البرودكت اسيتانيلايد وسايد برودكت اسيتيك اسيد. الكيميكالز اللي انا هشتغل بيها 2.5 مللي انيلين مع 4.13 جرام صوديوم اسيتيت وده الكاتاليست، و 3.5 مللي اسيتيك انهيدرايد و 2.5 مللي كونك اتش سي ال. بالنسبه لطريقه الشغل هشتغل ازاي، اول بيكر بيكر A هنسميه بيكر A، ده هيتحط فيه كميه الصوديوم اسيتيت ان كانت وعليها الميه، هدوبها في الميه. صوديوم اسيتيت ده صولت وبالتالي هيدوب في الميه. بيكر بي خلاص الصوديوم اسيتيت والميه هيتحطوا في الايس باس تمام، واركنهم وهبدا بقى اركز على بيكر بي. احط فيه انيلين ثم اتش سي ال، والسؤال هنا انيلين مع اتش سي ال هيعملوا ايه مع بعض؟ الاجابه ان هم هيعملوا صولت، وبالتالي انيلين هيكون دايب في الاتش سي ال، ثم بضيف عليه ميه. بكده المفروض الانيلين طالما اتفاعل مع الاتش سي ال فهيدوب بالكامل في الميه ومش هلاقي فيه اي اويل دروبليتس او نقط زيت بسبب الانيلين. لو لقيت نقط زيت ده معناه يا اما ما حطيتش اتش سي ال، يا اما حطيته وما قلبتش وبالتالي لسه موجود. اقلب كويس هتلاقي النقط دي دابت لانها اتفاعلت مع الاتش سي ال. ثم بعد كده هضيف 6.5 مللي اسيتيك انهيدرايت، ودايركتلي مهم جدا الموضوع ده، دايركتلي اضيف بيكر بي على بيكر اي. انا مش عايز التفاعل ما بين الانيلين والاسيتيك انهيدرايت يتم في عدم وجود الكاتاليست اللي هو صوديوم اسيتيت تمام. فعلشان كده انا عايز الاسيتيك انهيدرايد يتفاعل مع الانيلين والبرودكت يكون موجود امتى؟ في وجود الصوديوم اسيتيت. فعلشان كده بعد الانيلين والاتش سي ال قلب براحتك، بعد الميه قلب براحتك، لكن بعد الاسيتيك انهيدرايد ما تقلبش ما تعملش اي حاجه، على طول كوب بيكر بي في بيكر A وابدا قلب. هتلاقي البرودكت بيتكون من اول يعني دقيقه ونديله 10 دقائق تقليب كده يبقى البرودكت اتكون بالكامل، او ربع ساعه تقليب علشان اضمن ان البرودكت اتكون بالكامل جوه الايس باس الكريستالز اوف برودكت اللي هو الاسيتانولايت. الستبس تاني هنقولها او مكتوبه كتابة علشان لما يكون معاكم الكلام ده كبي دي اف برضو تكونوا تعرفوا تقروا كويس. 500 مللي بيكر، البيكر الاولاني هحط فيه صوديوم اسيتيت والميه، ثم البيكر الثاني
اللي هو بنسميه بي كار بي، احط فيه الانيلين بعد كده الاتش سي ال يدوب في بعض هما الاثنين، اضيف الميه مش هلاقي اويل دروبلتس، هلاقي سوليوشن كلرلس او نسميه افضل كلير سوليوشن. الكلير سوليوشن ده بتاع الانيلين في الاتش سي ال ابدا اضيف له الاسيتيك انهيدرايت، وبعد كده على طول اروح حاطط الكميه اللي عندي في بي كار بي في بي كار اي اللي هو اوريدي حاطه في الاي كلاس. ثم بيكر ايه موجود دلوقتي في الايس باس، هعمل ستيرنج، هتلاقي الكريستالز بتاعه الاسيتونولايد بدات تتكون، اعمل فلتريشن بمخنر فلتريشن زي ما انتم عارفين، لان انا هدفي هنا احصل على الكريستالز مش الليكويد. خلاص الليكويد ده فيه سايد برودكت، ولو في حاجه من الرياكتنت زي الاسيتيك انهيدرايد اكسس والكاتاليست ومش عارف الحاجات دي كلها انا مش عايزها، انا عايز بس الكريستالز بتاعه الاسيتونولايد اللي هي مش هتكون دايبه في الميه الساقعه، وبالتالي هعمل بوخنر فلتريشن احصل على البرودكت واحسب اليلد، ولو محتاج اعمل ريكريستاليزيشن. السيفتي بريكوشنز بالنسبه للسكشن ده مهتم بحاجتين، الحاجه الاولانيه هي الاسيتيك انهيدرايد. انتوا عارفين الاسيتيك انهيدرايد، لو مش فاكرين الاسيتيك انهيدرايد ده من المواد اللي ايريتنت بمجرد الاستنشاق، كمان لاكريماتوري. يعني ايه؟ يعني لما تشمه كده او تكون قريب منه تلاقي عينك حصل فيها اريتيشن وبدات تدمع، تمام؟ وبالتالي حاجه زي كده ما ينفعش تحط على البنش. انت ما ينفعش مثلا تكون حاجه مكبوبه منها ونقول عادي، لا، الحاجه دي السيليكون هيدرايد بيكون موجود تحت دولاب الغازات، ولو في اي نقطه منه او حاجه اتكبت على طول مسؤوليتي ان انا امسح البنش اللي هو تحت دولاب الغازات على طول، ما استناش حد يقول لي امسح. الحاجه التانية هنستخدم برضو كونك هيدروكلوريك اسيد، وانتوا يعني اتعاملتوا قبل كده مع الكونك اسيدز دي، بتبقى كوروسيف وبالتالي لازم اتعامل معاها بحرص. شويه نوتس محتاجين كده ايه نفسرهم ونفكر فيهم ونذاكرهم كويس علشان اي سؤال لو جالنا في الشيت او كده. احنا حطينا كونك اتش سي ال، اتش سي ال مركز، مع انه ده ما كانش من المتفاعلات خالص ولا كاتاليست ولا ليه علاقة بالمعادلة خالص، فترى احنا حطينا ليه الكونك اتش سي ال ده؟ الاجابة ببساطة انه الانيلين اميزابل مع المية، لما تيجي تشتغلوا الانيلين ده ليكويد اميزابل مع المية، وبالتالي هو لو حطيت الانيلين عليه مية هتلاقي الانيلين فصل كطبقة زيت كده والتفاعل هيبقى بطيء، فبحط ال HCl، فال HCl يكون مع الانيلين يكون انيلين HCl سولت يخليه يدوب في المية. الحاجة التانية الصوديوم اسيتيت، طبعا ده احنا المفروض عارفينه، رول اوف صوديوم اسيتيت ده الكاتاليست المخصوص مع الاسيتيك انهيدرايت، فهتلاقي ان هو بيعمل كذا حاجة، بس طبعا رقم سي هي الاهم. رقم سي بتقول ايه؟ بتقول to make buffer solution with the formed acetic acid، ده اللي احنا حكيناه في الاول، لكن كمان في حاجات تانية ممكن يعملها لي، ان الصوديوم اسيتيت ده هو release amine from salt again. احنا في الخطوة الأولانية أو في النوت الأولانية بنقول ال HCl عمل سولت للأنيلين، الصوديوم أسيتيت ممكن يطلع الأنيلين ده من السولت، لأن الأنيلين لما يتفاعل مش هيتفاعل كسولت، هيتفاعل كأنيلين اتسيلف. رقم بي، نقطة رقم اتنين، إن هو يعمل نيوتراليزيشن للإكسس HCl، لكن قلنا رقم تلاتة الأهم إن هو يعمل بافر سوليوشن مع الفورمت أسيتيك أسيد اللي هو السايد برودكت من المعادلة. الحاجة التالتة، إيه يا ترى الاستخدام بتاع الايس باس؟ ناس كتير بتقول اول ما تشوف كلمه ايس باس تجي لها كل الرد بتاع انه ذا رياكشن از اكزوثيرميك. مش لازم كل مره بستخدم فيها ايس باس يكون رياكشن اكزوثيرميك، مرات فعلا بيكون اكزوثيرميك لكن مش كل مره. هنا مثلا انا ما كانش هدفي انه التفاعل مثلا طارد الحراره او حاجه، لا عادي، لا التفاعل مش طارد الحراره، لكن انا كان نفسي ابرد التفاعل ده ليه؟ علشان خاطر الاسيتانولايت يرسب كويس، لان البرودكت هو اوريدي مش بيدوب في الميه، بس زي ما انتم عارفين العلاقه ما بين السولوبيليتي وما بين درجه الحراره علاقه طرديه، وبالتالي كل ما بقلل درجه الحراره السولوبيليتي بتقل وبالتالي الترسيب بيكون كتير، فتلاقي الاسيتانلايد مرسب كويس. فهنا ده الدور بتاع الايس باس. نوت رابعه هي يا ترى ليه انا محتاج للاكواس ميديا؟ ليه انا محتاج وسط في مية وسط مائي مش أورجانيك؟ ببساطة إنه ممكن يتكون داي أسيتيل ديريفيتيف. إزاي ده يتكون؟ لأن إحنا الستركشر بتاع الأنيلين فيه مجموعتين هيدروجين
NH2، بالتالي ممكن وإن كان ده less stable البرودكت دوا، إنه بعد ما يتكون الأسيتانولايد إنه H تطلع ويخش مكانها مجموعة أسيتايل، تطلع H تانية كمان ويخش مجموعة أسيتايل تانية ويديني الداي أسيتايل. المركب ده unstable، وunstable خالص فين؟ في الوسط المائي، هتتحلل واحدة منهم ويرجع يديني الأسيتانولايد، وبالتالي الأكواس ميديوم ضمن لي إنه مش هيتكون الداي أسيتايل ديريفيتيف. طيب انا اصلا هدف السكشن، انا ليه اصلا حولت الامينو جروب للاسيتاميدو جروب؟ الاجابه هي انه الاسيتاميدو جروب بتبقى ليس اكتيفيتنج جروب، وبالتالي اقدر احضر مونو ديريفاتيف. لكن لو كانت امينو جروب في الاول، الامينو جروب دي سترونج الاكتيفيتنج جروب، وبالتالي هتديني زي ما شفنا كده 2 و4 و6 تراي برومو. لكن انا عشان احضر المونو ديريفاتيف ده، انا لازم احول الامينو جروب لاسيتاميدو جروب. حاجة أخيرة هي reporting data and results. أنا عارف إن كلكم عارفين الموضوع ده، لكن بس بنتذكره. أنا دلوقتي طلعت product، البرودكت ده وزنته طلع مثلا وليكن 2 جرام، يا ترى الاتنين جرام دي كمية كويسة ولا قليلة؟ أنا لازم أعرف هو نظريا أنا مفروض أطلع كام جرام، وأشوف العمليا أقارنها بالنظريا وأطلع yield percent. فأنا في الأول لازم أحسب حاجة اسمها theoretical yield. theoretical yield اللي هو إيه؟ ده amount of product that would be formed if the reaction went to completion. يعني لو الرياكشن نظريا مشي بكفاءة 100% المفروض يطلع معايا كام؟ فهو ده theoretical yield. بحسبه ازاي؟ weight of limiting reagent، انا محتاج في الاول احدد limiting reagent اللي هي المادة المحطوطة اقل، مضروب في molecular weight of product ده انا ببقى جايبه او حاسبه، تقسم الكلام ده على molecular weight of limiting reagent. طبعا الـ weight of limiting reagent ده انا ببقى عارف انا داخل بكمية قد ايه، ببقى عارف وزنها، ولو هي عندي بالملي من الكثافة اجيب الوزن بتاعها، والمولكولار ويت سهل يتجاب من الاستراكشر. طيب الـ actual yield او الـ practical yield دي الـ amount of product obtained experimentally، يعني الـ product اللي انت طلعته بعد ما تفلتر وتنشف كويس توزن وتقول لي بقى الـ actual yield طلع كام، ومنها البرسنت ييلد او الييلد برسنت اكشوال ييلد على ثيوريتيكال ييلد مضروبه في 100. وبعد كده اقول الكومنت بتاعي بقى على الييلد، هل الييلد بتاعي اكسلنت ولا فيري جود ولا جود ولا فير ولا بور، على حسب النسبه بتاعتي اقدر اقول كومنت على البرودكت. فمثلا في المعادله بتاعتنا دي عندنا مثال انه هبدأ مثلا ب 5 ملي من الأنيلين، فعايز أحسب الثيوريتيكال ييلد. ممكن أحسبها من القانون وممكن طرفين فاصلتين. من المعادلة أنا عارف إن 1 مول من الأنيلين هيديني 1 مول من الأسيتانولايت. طيب أنا داخل ب 5 ملي، فيا ترى هطلع بكام؟ 1 مول من الأنيلين ب 93 جرام، بحسبها الموليكولار ويت عادي، وواحد مول من الأسيتانولايت ب 135 جرام. طيب انا داخل بقى ب 5 ملي، يا ترى هتديني كام؟ طبعا انا ما ينفعش اقارن جرام بملي، فلازم احول ال 5 ملي يطلعوا بكام جرام ال 5 ملي دول. فانا لو في مساله او في السكشن هدي لك الكثافه او هسمح لك تجيبها من على النت، فبحيث ان انا اشوف ال 5 ملي دول طلعت الكثافه ب 1.22 من 1000، فاذا 5 ملي دول بيسوا 5.11 جرام. هنا بقى العلاقه بقت جرام وجرام، فسهل ان انا اكمل الطرفين فاصلتين واجيب اكس، فاكس تبقى اضرب 5.11 في 135 على 93، وهي دي الثيوريتيكال ييلد. فطلعت الثيوريتيكال ييلد لو انت دخلت ب 5 مللي انيلين انك المفروض تطلع 7.4 جرام، وتشوف بقى بعد كده الاكشوال ييلد بتاعك طلع بكام، تقسم الاكشوال ييلد على الرقم ده وتضربه في 100، هو ده الييلد برسنت. وكده نبقى خلصنا سيكشن الاستايليشن. اعتقد انه الامور مش صعبة فيه، لو عندكم اي مشكلة عادي ممكن نتواصل، وسواء يعني لو انت السكشن ده فتحته من اليوتيوب فاكتب في الكومنتات اي مشكلة ممكن تقابلك ونتواصل فيها مع بعض، او باي وسيلة للتواصل لو في اي مشكلة او اي حاجة محتاجة فيها قولولي وانا معاكم. شكرا ليكم وبالتوفيق ليكم كلكم.